الله يا أخي، أنا صراحة أتمنى يا أخي إن السيارة هذه ما عندي، وأتمنى صراحة إن عندي سيارة يعني نفس سيارة جارنا. أنا بشوف سيارة جارنا إحنا نروح لهم. الله يا أخي شو الفرق؟ والله يا إن سيارتي ما أدري وش هذه، مرسيدس أتوقع. يا سلام، الله يرزقنا. بس يا بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا؟ أوه، هذا الولد مغير راح البيت، شكله شرى لي سيارة جديدة ان شاء الله. يا اخي الله يرزق ويرزقني بعد. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا. شلونك يا جارك، اخبارك، ايش مسوي؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. شريت يا ولد سياره جديده، شوف ما شاء الله. الله اشتقت لك يا جار، زمان ما شفتك يا جار. زمان ما شفتك يا ولد، وينك يا اخي؟ موجود، انا والله موجود في البيت، قاعد اصلح في السياره حقتي، خربانه كل شوي. بس ما شاء الله يا ولد، شوفك شري روز جديده يا اخي. تدري فلوس الحمد لله وخير ونعمة الله، الواحد لازم يدلع نفسه في الحياة، تدري عاد انت. يا ما شاء الله عليك، الحين هذا ابوك شراها لك ولا انت شريتها؟ والله ابوي اعطاني فلوس، قال لي روح شوف لك سيارة ولا اشتري لك بيت، سوي اللي تبغاه فيها. تدري احنا اغنياء كذا وفلوسنا كثير الحمد لله رب. ولد الله يزيدكم. ولد هاي يبا، تعال انت قاعد تلعب 24 ساعة، تعال. يلا جاي يلا، مع السلامة. ولد هاي يبا، وش فيه؟ عسى ما شاء الله. تعال خذ السيارة هذه، راح يجيب لنا خبز، ما عندنا خبز، سامع؟ أبا أروح إن شاء الله بقالة. وش بعد تبي ثاني؟ وروح تعرف الجمعية الخيرية؟ إيه؟ هي روح جيب لنا منهم، قل لهم أبوي يسلم عليكم ويقول إذا عندكم بطاطين زايدة وفرج زايدة جيبها. ها؟ طيب اسمع، خلاص إن شاء الله بروح الحين بطلع. بس يبا تعال سيارتي ميزانة يبا مكسرة يا أخي، ما أقدر أروح عليها، كل شوي تخرب علي، ما يمديك تشيل. أحمد ربك ليه؟ عيب الكلام اللي تقوله هذا، عيب مرة، عيب يبا. له جايز ولا هو مشروع؟ أحمد ربك إن عندك سيارة توديك وتجيبك، ولا المفروض أمشيك زي الكلب مثل باقي الناس تروح وتمشي؟ عندك رجلين أنت ولا ما عندك رجلين؟ عندي رجلين الحمد لله. عندي عندك رجل؟ خلاص هس أحمد ربك، تركب السيارة ولا قسما بالله لا خليك تروح برجلك هذه اللي كنها رجلين حمار، كنها رجلين رجلين السلق هذه، احركها لك، سامع ولا لا؟ ان شاء الله بس بقول ولا عدت ماشي، الخواجات اللي هنا ترى بعد هذول ما هم يمنا، هذول ناس كبار. مو كبار يبا، هذا الولد ذا ولد جارنا يا اخي، شخص طيب، بس قاعد يشوف سياراته الحلوه، عنده سيارات حلوه. هو طيب ولا هذا ابوه حرامي، انا ادري، انا عارفه ابوه حرامي، يسرق شو اسمه، يسرق ملابس ويروح يبيعها هذا سوق الرخوب. لا قاعد شو اسمه، خلاص طيب الحين يبا السياره ذي ترى بتخرب علي، دائما تخرب علي، انا من رايي انك يعني تخرب، استعمل رجلين السرق ذا اللي تجات تسوق فيها. يا ويلك لو تخرب السيارة، يا ويلك، سامع؟ ولا تضيع المخدات، المخدة لو تضيعها أنا أضيعك معها. حول. طيب إن شاء الله. الله يا أخي، أبوي إيش في علي أبوي؟ وش شوف الفرق، وش السيارة ذي؟ وش يدق لي بوري؟ يا ولد والله فرق، خليني أوخر على الطريق عشان ما أسده. وقف سيارتك، توقف هنا، زبنها عن أبوك وتعال اطلع معي يا ولد. أزبنها هنا؟ إي زبنها. يا اخي ابوي مسكت معي، يبغالي اروح البقاله على السياره ذي مكسره، ما شاء الله وش السياره الحلوه. انا وصلوك، تركب معي؟ تركب تبي تكييف ولا بدون تكييف؟ لا بدون يا رجال، السياره كشف يا لبي، اول مره اركب سياره كشف زي كذا. يا طويل العمر عادي، هذه سياره جزء من ثروه ابوي، شيء صغير يعني، تعرف انها اغنيه مره. يا ولد اسمع، ابوي بيطقني ابوي، تدري ليش؟ ليه؟ ليه؟ عشان رحت معك، ويقول ابوي لا تروح معه، يقول ابوك شكله منقر انك فقير واحنا اغنياء، بس ولا انت رجال كفو تعرفنا، احنا كويسين ما وسخين. انا اعرف والله انك شخص طيب يا اخي، بس انا خايف من ابوي، والله برجع بيتي اذا درى بعد شيء والله بيطقني طق. المهم ما علينا اسمع، بلا اروح البقاله، خليني باخذ، يقول ابوي يجيب غرض من البقاله. يلا هذا من تجي البقاله، اتوقع في بقاله على الجنب هنا، هذه عندك. هذه ايوه، خلنا نوقف. ابوي يقول جيب خبز، يقول روح الجمعيه الخيريه وما ادري ايش عشان تجيب بطاطين لنا، حتى ما يقدر يشتري بطاطين، تخيل من الفقر. ابوي مره وش الفقر اللي فيكم يا ولد؟ هذا واحد طالع من هنا. الروز ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هذه سيارة مين؟
هذه سيارتي يا طويل العمر انا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وما شاء الله. قديش حقها؟ 7.5 مليون. 7 مليون وانصاف ما شاء الله ما شاء الله. انت يا ولدي صغير هلا، انت مشبه عليك. انا ولد اسمه صالح، تعرف صالح انت؟ انت ولد صالح؟ اي ولد صالح. الله الله صالح. لا 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 لا، وملابسك كده صالح الملياردير ولده ملابسه كده. ايش اسمه ابوك صالح؟ ايش؟ صالح محمد المحمد. صالح محمد المحمد. ايه انت ابوك ملياردير، كيف مخليك كده تطلع؟ وشو ابوي ملياردير؟ كيف مخليك؟ لا 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 لا، قول لابوك ما يخليك تطلع كده مرة تانية، بيترى بينفضح عند التجار. يا اخوي دقيقة، ابوي مو ملياردير، ابوي ذبح الفقر يا رجل. تدري لو اريك السيارة اللي معنا تلي بالسياراتنا مكسر، مو ذبح الفقر ولا شيء ترى، يقسمون شمعان. يا رجال يا رجال، انا قبل اسبوع موريني صورتك في الجوال حقه. كيف تقول ابوك مكشب؟ كيف تقول ابوك مرة ما ايه؟ وش الشراقيط اللي ايش اللي تلبسه هذا؟ هيا اسمع، قول ابوك اسمع الكلام، ايش كلامي اللي بيطلع من فمي؟ اسمع اللي بيطلع من حلقي هذا، تسمع؟ قول لابوك ترى التاجر ملاعط، ترى لو شافك شي زي والله ما يتممها الصفقه مره، ما يتممها. خلي ابوك يغير ملابسك، سامع؟ بسم الله، ان شاء الله خلاص. تفضح ابوك كده مره ثانيه ما يجي، سامع؟ خلاص يوم شني ود مشي. يلا سلام عليكم. يا ولد صادق؟ لا صادق ما ادري. يقول ابوك انا ابوي فقير يا اخي، انا عارفه ما عندي فلوس، كيف يقول ابوك غني؟ اسمع تبي الحل؟ اقول لك الحل. وشو؟ تروح تسرق البطاقه حقته، تمام؟ وتشوف كم في حسابه، عرفت؟ هذا الحل الوحيد، لازم تسرق بطاقه البنك حقته عشان تعرف كم في حسابه، عرفت؟ اجل اسمع، روح البيت خلنا والله باخذ البطاقه بشوف. يا ولد مين معقول؟ انا ما اصدق يا اخي، ابوي دايم ذبحنا بالفقر، ما ناكل اكل زين، ما ناكل المطاعم، ما عندنا سيارات. استغربت انا. والله ابوك اذا طلع غني معك حق انك تاخذ منه فلوس بدون ما يدري حد. المشكله الرجال قبل شوي ما قال ابوي مليونير ولا شبعان ولا، قال ابوك ملياردير، يعني معه مليارات مو ملايين. الله، وانا اغنى من ابوي، وانا معي سياره مكسره هذه قيمتها 2000 ريال. استغربت يا اخي من ابوي معطيني اياها. اخذها ب 50 ريال وقت سيارتك هذه. شكلك عيطي والله، شكل ابوي عيطي. اسمع راح اروح البيت، خلنا بسرعه ناخذ الصراف ونشوف. والله يا ولد ترى قربنا. شوف ذا صار حادث عند باب بيتكم يا ولد. شوف صار حادث بالله، شارع ضيق ذا مره، بس وقفه مره. انا الحين بدخل وباخذ الصرافه زين. شوي مستعجل، شوي مستعجل يا ولد. اسمع بنتظرك هنا انا. خلاص يلا ان شاء الله انه ما يدري عني ابوي. ان شاء الله بدخل باخذ الصرافه بشوف كم بحسابه. ابوي مو بينا، اظهر انه تحت اكيد، انا في غرفه النوم حقته. بشوف ان شاء الله يعني ان الصرافه عنده. انا صرت فضولي الحين، ودي كذا اروح اشوف كم بحسابه، دراهم شيء، كنا نلقى صدق مليارات. يمكن الرجال ذاك صادق ولا يكذب، والله ما ادري. انا صراحه ما اثق في اي احد. هذا ابوي نايم هنا، ان شاء الله ما يسمعني. الصرافة يا ولد وحط رجلك. أنا يعني الحمد لله ما درى عني ولا شيء، والله أنا نايم بسبع نومة. بروح لما الخوية بطلع لبرا بشوف إيش الوضع، إن شاء الله نلقى فلوس صدق. ولد ها يا ولد، ها بشر. خدت الصرافة، اسمع، راح أقرب بنك، راح أقرب بنك. أقرب بنك ها، ما توجه الآن وحالا. يلا مشينا يا ولد. تخيل كلام الرجال يصير يكون صدق، نلقى مليارات. يا ولد اقسم بالله فلوس، وقت انت تستانس لو لقيت مليارات. بدل الفقر والحياه تبي تعيش عادي، تعيش حياه طيبه مره طيبه. يا ولد ترى قربنا. ايه قاعد اشوف هناك الصراف هذيك على اليمين. ايوه هذه هي. يلا خلنا ندخل ونشوف ان شاء الله عاد يعني يكون صدق الكلام. بسم الله، يا رب انه صدق. خلنا بشوف. اوكي ما في موظفين، تعال خلنا نشوف الصرافه دي. اي والله اطلع استف برا زين. بسم الله يا رب في شيء عاد. خلنا نشوف هذا الرقم، حتى الرقم حافظ 3325. خلنا نشوف. ايوه كم صفر ذا؟
ها واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة أصفار يا ولد. عشرة أبوك، عشرة أصفار أبوك. تدري كم معه؟ كم؟ 17 مليار. لا إله إلا الله، أنا ما أعرف الحسابات، أول مرة أشوف رقم طويل زي كذا يا رجل. وش ذا؟ أبوك أغنى من أبوي يا ولد. اسمع اسمع، خلي طلع السراف، خلي طلع السراف. اسمع 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 اسمع، الحين تدري ايش تسوي قبل انت بابوك؟ لازم تشتري فلوس، تشتري سياره، تمام؟ وتدفع الفلوس حتى تخليها معك، عرفت؟ ابوك بقول مره بخيل شكله. والله جا خليني بسحب الحين، كم تبيني اسحب؟ اسحب لك، اسحب لك، خل معك مليون ريال في جيبتك. ما يبان 17 مليار اشترى على المليون. اي والله مو داري على المليون. هذه مليون سحبناها، الله يكثر الدراهم، وانا احطها بجيبي. يلا يلا مشينا. اسمع الحين نمشي نشتري لك سياره. ايه انا بنروح المعرض يا حبيبي وناخذ سياره. انا بسوق، انا بسوق. تبي تسوق؟ يلا تبي تمرن على السواقه؟ اي من الحين تعلم على السواق قبل اجيب السياره الحلوه يا ولد. هذا مره عشان السيارات الفخمه. الحين اسمع هذا لا اله الا الله، والله اني بغيت اجيب العيد الحين. بداك تعرف معرض شيء بنروح لمه؟ والله انا خابر معرض عند البحر، اللي شريت منه سيارتي هذه عند البحر، حول عليه. يلا يلا اجي خلينا نوجه وناخذ لنا احلى سياره. معي صراف فيها 17 مليار، الله باخذ لي سياره غاليه. سيده سيده سيده، ايوه سيده ايوه، هذا المعرض على اليمين. يا سلام عليك. هلا بي، هلا بي، وش السياره ذي؟ هلا بالبي ام، شوف البي ام. اي شوف شلون سيارات، احسب المرسيدس هذه يا ولد. اعرف واحد بالعيال يحبها مره، اسمه عمر، مرسيدس هذه. يا رجال هذا ما عليك، ما عليك، انا بس نروح نشوف. هلا هلا بالزين يا لبي. وش هذا؟ ايش تبي ناخذ سياره بس؟ ها والله خذ اللي انت تبيه. انا بشوف، بكلم الرجال، بكلم بيعني، بصير رجل اعمال. سلام. اي سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك ابوي؟ طيب والله الحمد لله، بس فيني كذا مر وحموض وفضني شويه. لا ما مشكلة، بلا ان شاء الله انك يعني بالسلامة ان شاء الله، بالسلامة. بس الحين نبينا سيارة يا ولد، من السيارات الغالية اللي عندك. وش عندك سيارات؟ والله شوف، عندي فراري، لا فراري، وعندك المرسيدس هذه سي 63 معدل. ايوه. وعندك طويل العمر هذه المزراتي حق سباقات، وعندك لامبورغيني افانتادور، وعندك بورش 911 تيربو 911. يا سلام. اجل خلنا شوف يا ولد، اسمع اسمع ترى، شو هذه من السيارات؟ والله والله جميلة يا ولدي، نفس سيارتي بالضبط، كوبي بيست سيارتي هذه. يا لبيه، قريبة من المعرض من هنا ترى. وهذه مزراتي، شوف رياضية. اي طيب المزراتي. وعندك هذه الأفضل. طيب وهذه بورش، هلا بالبورش يا ولد، شوف ما شاء الله. اي 11 هذه طيبة يا ولد. اسمع اسمع، خلنا نشوف سيارة، في سيارة هناك ورا ما ادري وش. وش ذيك؟ أيوة. هذيك فراري، لا فراري حبيبي، شكلي باخذها، شكلي باخذها. ايش رايك؟ اجل اجل، والله والله ترى حلوه الفراري، حلوه مره، نحب اكثر من اللامبورغيني. خلاص يا طيب، لا كمل الفراري هذه اللي السوداء. والله يا طويل العمر الفراري السوداء هذه، دقيقه خلنا نحسبها مع الضرايب، تطلع يا طويل العمر بمليون ومئتين وخمسين الف. بس مليون ومئتين وخمسين الف؟ اي والله بس 200 مليون 250 الف. عطني عطني شو اسمه، بحاول اقول لك اصبر. اي هذه مليون و 250 الف. اه يلا تم التحويل، خلاص خلصنا. اي وصلت. لا لا اصبر اصبر، عطني على طول حقك، وما تبي تاخذ المفتاح، انت غبي انت. المفتاح مو فيها؟ لا يا حبيبي، هذا مفتاح، هذا زر. ايوه خذ هذا المفتاح. ايوه ايوه الاوراق بس هذه. ايوه دقيقه، الكتروني الوضع. ايوه خلاص كنت سجلتها باسمك. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا لبيك. مبروك مبروك يا ولد، مبروك، الله يبارك فيك. اي السيارة ما شاء الله ما شاء الله. هلا بالعيال، خلنا نطلع يا ولد نشوف، شوف السيارة ذي يا ولد. من نطلع من يمين ولا وين؟ يمين يمين يمين. ايوه يمين. ايوه هذا لازم واحد سواء. ايوه يسار، اطلع اطلع على طول الحين. ايوه السلام عليك. هلا هلا بالسياره يا ولد. وقفني عند الراز يا ولد، وقفني عند الراز شيك يا ولد. بنور بناخذ برا يا ولد، انا ما توقعت ان ابوي كذا شبعان. تبي الصدق جلطني
أبوك بخيل، أبوك بخيل ويستاهل إنك أخذت الفلوس منك كذا. آه ما رأي يستاهل. شو الحين برح أرجع صرافة مكانها؟ برجع إيه لا ينتبه. إيه برجع مكانها واسمه ما كنا صار شيء. عاد مو ملاحظ والنكران راحت. وإن سألك على السيارة هذه يقول أنا أهديتك إياها ومالك. خلاص يلا. إن شاء الله. يا نبيه السيارة يا ولد. يعني أولا كانت بيدي تشرب كسرة هي وش اللي بيعي معي فراري سودة حركات. اي الموتى